سوف يكبر عبد الله ويترعرع بصفوفكم وبين إخوته وأخواته من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وسيذكر تلك البهجة العميقة التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلا أن تفجر أنهارها في كل قلب من قلوبكم، وعندها سيعرف عبد الله كيف يكون كأبيه الخادم المخلص لهذه الأسرة والجندي الأمين في جيش العروبة والإسلام. فجر ذلك اليوم مشى الصلف والغرور في ألوية من الحديد ومواكب من النار، وكانت الأسود تربض في الجلبات على أكتاف السفوح وفوق القمم، في يدها القليل من السلاح والكثير من العزم، وفي قلوبها العميق من الإيمان بالله والوطن. وتفجر زئير الأسود في وجه المد الأسود. الله أكبر.